بتقعد على حالي ايه بتحد لي فهمي يا حيط يا هارة شرحك يا ابو العوض صاير شي العقلة كأنك عم بتخربط ما عفيتو كان طبعا كازغان شو بدي عبي عيران بس بيني وبينك خايفة عليها من والله يا مرتعمي ما كان قصدي انه احرقه هو انحرق لحاله بعدين انا نسيته هلا بيصير لي جاهه وعجوه قومي شريفه اشربي الدواء من ايدي يلا عم اقول لك قومي بس هاي هاي انا حكيت عليها شو بيعرفني هي هيك فوزيه قالت لي ان الولد سماعي وراحت لك بده يجي ضروري